يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صح أن آيات سورة الأحزاب كانت 200 آية أو كطول سورة البقرة؟ وهل الآيات التي ليس لها أثر الآن تكون مرفوعة أو منسوخة؟ نعم، يقولون أن سورة الأحزاب كانت أطول من هذا ونسخ، نسخ منها ما نسخ، والنسخ على أقسام، منه ما ينسخ لفظه وحكمه، ومنها ما ينسخ لفظه دون حكمه، ومنه ما ينسخ حكمه دون لفظه، النسخ يختلف. نعم، والله ينسخ ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما ننسخ من آية أو ننسها، النسخ ثابت، وهذا لحكمة ولأجل مصالح العباد أيضا. نعم.